لكم صحة وعافية، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. مناسبة ولي ولادة نبي المختار محمد صلى الله عليه وآله طيبين الطاهرين وأصحاب الور المنتجبين، وإن شاء الله ببركة نبي محمد صلى الله عليه وآله إن شاء الله يرفع هالغمة عن هاي الأمة، وإن شاء الله ترجع حياتنا الطبيعية إن شاء الله. ما أدري الصوت واضح ماما بالنسبة؟ واضح، والصورة أيضا واضحة، شير أنا مسوية للشاشة إن شاء الله. إذا نبدأ على بركة الله محاضرتنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان محاضرتنا اليوم هو بكتيريال جينيتكس، وراثة البكتيريا. تذكروا إحنا بالمحاضرات السابقة تكلمنا عن الميكروبيولوجي، وتكلمنا عن البكتيريال سيل وول. الآن نتكلم عن البكتيريال جينيتكس. Bacterial genetics is the study of how genetic information is transferred from a particular bacteria to its offspring. إذن هو العلم اللي يبحث في دراسة كيفية انتقال المعلومات الوراثية من البكتيريا نقول إلى الجيل اللي بعدها، وهكذا. شو إحنا بالإنسان تنتقل معلومات وراثية؟ نفس الشيء البكتيريا أيضا أدفة صيغة خاصة تنتقل بها المعلومات الوراثية، نقول مثلا من الآباء للأوف سبرينج الأجيال اللي بعدهم. Bacterial inherited characteristics are encoded in DNA. معظم الصفات الوراثية اللي هي تحملها البكتيريا مشفرة على جزيئة الـ DNA. Now, bacterial types of DNA that contain their genes are كروموسوم بلازميد ترانسبوزون. تذكر محاضرة البكتيريال سيل ستراكشر، ذكرت لكم لمحت لكم عن الكروموسوم. فمعظم هاي المعلومات الوراثية الموجودة بالدي ان بالبكتيريا تكون متواجدة اما عن معظمها على الكروموسوم، لكن عندنا اكو انواع اخرى من دي ان اي تتواجد بالبكتيريا، هي الكروموسوم والبلازميد والترانسبوزونز. أنا سويته مود، يعني ما أعرف شنو يعني سويته أنا على الأساس كله، يعني أنا مسوي موتد فقط أنا، يعني الصوت باقي إلي. تريدون تسجيل محاضرة يعني؟ انتوا لسه موجودين؟ ايه يعني الثاني اوكي، هسه الصوت هو واضح ماما. يعني احنا هسه خاف، بس خاف نتلعب مثلا دقمة فتشي يروح ال، ان شاء الله انزلكم اياه التسجيل مالتي. شو سوى هاي المشكلة بالله هذه، يعني أخذنا المعلومات الوراثية عن شكل كروموسوم والبلازميد والترانس ترانسبوزونز. لاحظوا أن هذا فتر يعني شكل بسيط جدا للبكتيريا، البكتيريال دي ان اي موجود بالبلازميد والكروموسوم هذا الجزء الكبير والبلازميدات. على النيوكليك أسيد الأحماض النووية. It is a macromolecule. إذن هي عبارة عن جزيئات macromolecule composed of units called nucleotides. إذن النيوكليوتيد نيوكليك أسيد الأحماض النووية هي عبارة عن جزيئات كبيرة من وحدات تدعى النيوكليوتيدز. الأحماض النووية الموجودة هي الـ DNA يسموه ديوكسي ريبونيوكليك أسيد، مختصر الـ DNA، ورايبونيوكليك أسيد اللي مختصر هو الـ RNA. إذن DNA والـ RNA. نأتي الآن إلى جزيئة الـ DNA. الـ DNA two strand، إذن هو شريطين two strands of nucleotides twisted together in pairs
to form a double helix. The two strands held together by hydrogen bonds complementary. شو معناته؟ جزيئة الدي إن إيه عبارة عن شريطين، كل شريط يتكون من النوكليوتيدات، هذا الشريطين يرتلفون على بعضهم على شكل حلزون، زين؟ و تو سترانز هالشريطين ترتبط مع بعض بواسطة الأواصل الهيدروجينية، تسمى ما يسمى بالكومبلمنتري أي التكامل. شنو معناته هنا؟ جزيئة هنا كل جزيئة النوكليوتيدة ترتبط مع بعضها البعض بأواصر هيدروجينية، فيصير تكامل مثلا أدينين مع الثايمين، أكوانين مع السيتوسين. الآن احنا ذكرنا قلنا النيوكليك أسيد الأحماض النووية تتكون من يعني تتكون من النيوكليوتيدات. الآن نأتي على النيوكليوتيدة، نيوكليوتيد دي إن إيه ما هو تركيبها؟ تتكون من نيتروجين بيسس اللي هي أدينين، ثايمين، أكوانين، سيتوسين، أوكي؟ تتكون أيضا من ديوكسيرايبوز يسموه البنتوز، وتتكون مجموعة فوسفيد. إذا تتكون نيوكليوتيدة من ثلاث أجزاء نيتروجين بيس اللي هي أربعة أنواع أدينين ثايمين أجوانين سيتوسين، تتكون من ديوكسيرايبوز يسموه البنتوز والفوسفيد. للتراكيب هاي تكون نيوكليوتيدة، نيوكليوتيدة مع بعض النيوكليوتيدات شريط تكوني شريط الـ DNA. إن شاء الله. زين. الآن نأتي إلى شريط الـ RNA. ممكن ذكر الـ DNA؟ الآن الـ RNA. الـ RNA is single strand that makes of alternating sugars. إذن الـ RNA يتكون من سكر اسمه الرايبوز ومع مجموعة الفوسفيت جروب ترتبط مع بعضها أيضاً. هذا الـ RNA بعدة أربعة أنواع من النيتروجين بيس. شوف هنا يوراسيل، هنا الـ RNA يوراسيل، بينما الـ DNA فقط أدينين، ثايمين، جوانين، سيتوسين. الاختلاف هنا بالـ RNA بيوراسيل، سيتوسين، جوانين، هنا الاختلاف اللي بيه. زين، لاحظ أيضا نفس هذا الـ RNA سبحان الله تكون ثلاثة أنواع: messenger RNA يسموه mRNA، شوفوا small، وتكون من ribosomal RNA r small RNA و transfer RNA. إذا هسه الـ DNA ذكرنا قبل شوية الـ DNA two stranded ترتبط مع بعض شكل حلزون، الـ RNA لا single strand. لاحظوا هنا أكو اختلاف بالـ RNA، أكو بأدنين، أكو يوراسيل، هذا الاختلاف بالـ RNA باليوراسيل يختلف عن الـ DNA. لاحظوا هنا الطلاب، انتبهوا ماما، شوفوا هنا هذا الدبل ستران DNA، لاحظوا عبارة عن دبل هيليكس، تو سترانز twisted together مرتبطة مع بعضها البعض سوية، زين، وهنا بها بيس بير، يعني هنا الأدنين بعضها ملونها مثلا أحمر أصفر أزرق أخضر، هنا مثلا أدنين أكوانين سيتوسين يوراسيل، شوفوا هنا هنا مكونات هاي الجزيء بعد ثايمين سيتوسين أدينين أكوانين، هاي منو؟ هاي نيوكليوتيدز أوف دي إن إي. لاحظوا ثلاث أنواع: ثايمين سيتوسين أدينين أكوانين. هذا شريط الدي إن إي روسترانت مرتبط مع بعضه يسموه كومبلمنتري. شو معنى كومبلمنتري؟ أدينين يرتبط مع ثايمين، أكوانين مع سيتوسين، أدينين مع ثايمين. هذا شريط الدي إن إي. نأتي على شريط الـ RNA، لاحظوا الـ RNA single strand، الـ RNA سبحان الله single strand، ويتكون عندي من يوراسيل، شفناكو اختلاف يوراسيل، سيتوسين، أدينين، وأجوانين، هذا الاختلاف. DNA double strand، الـ RNA single strand، الـ RNA بيوراسيل وما موجود بقية بس، بينما DNA ثايمين، سيتوسين، أدينين، أجوانين، وهكذا. هذا هو الاختلاف بين DNA و RNA. الآن نأتي إلى جينيتك كود، أكفد مصطلح دائما جينيتك كود، الشفرة الوراثية، أو بعض الكتب يسميه الكودون. الجينيتك كود it is a triplet code، إذا شفرة ثلاثية. Each codon consists of three DNA nucleotides. Sorry. إذا جينيتك كود الشفرة الوراثية أو يسمون كودون يبقى عن الشفرة الثلاثية تتكون من ثلاثة نيوكليوتيدات من الـ DNA. زين. الآن نأتي على البكتيريال كروموسوم. زين.
البكتيريا الكروموسوم الكروموسوم البكتيري اللي هو اهم شيء ذكرنا انه يحمل صفات مهمه جدا لحياه البكتيريا. البكتيريا كروموسوم بكتيريا الكروموسوم السيركولار دبل ستراند الدي ان اي زين، وايضا قلنا هو عباره عن سنجل وسيركولار ثنائي العفو احادي لكن دائري. كروموسوم البكتيريا قلنا احادي، عندنا فقط جزء يعني فقط كروموسوم واحد من البكتيريا مثل ما ذكرنا ويكون دائري. زين الان ياتي دي ان اي ريبليكيشن تضاعف الدي ان اي. لاحظوا احنا سبحان الله في الان درستوا بالهيستولوجي او بالبيولوجي انه الخلايا تتضاعف، شلون تتكاثر الانسان يتكاثر ايضا هنا. الان البكتيريا نفسها تتكاثر، لكن هاي البكتيريا شلون تتكاثر؟ البكتيريا الان تتكاثر عن طريق يسموه الباينري فيجن انقسام، يعني الخليه البكتيريه تنقسم تعطيني خليتين، هاي الخليه تنقسم تعطيني خليتين، لكن قبل ان تنقسم كل خليه جزيئه الدي ان اي تتضاعف حتى الخلايا اللي ناتجه يسموها الخلايا البنويه كل واحد او يسموها الدوتر سيل كل واحده لازم يكون فيها كروموسوم، لان ما يصير خليه بيها كروموسوم خليه ما بيها كروموسوم. فاذا يسبق هاي عمليه الانقسام تضاعف للدي ان اي يسموه الدي ان اي ريبليكيشن، تضاعف الدي ان اي. الان كيف يحدث تضاعف الدي ان اي ديبليكيشن؟ شنو عندنا؟ احنا ذكرنا قبل شويه انه الشريط الدي ان اي هو شريط مزدوج وتويستد، اذا ذا تو سترانس سيبريت ات ريبليكيشن فور. الان نبدي خطوات التضاعف. احنا ذكرنا هو شنو الشريط؟ هو عباره عن ثنائي وتويستد. اول شيء هذا التويستنج يروح، شريط يرجع يصير شريط مستقيم. بعدين التو ستراند تنفصل، هاي شريطين واحد ينفصل عن الثاني في منطقه شو يسموها؟ يسموها ريبليكيشن فورك، يسموها منطقه التضاعف. هاي هسه بعدين هسه اكو فد صوره بعد اراكم اياها شلون الشرح مالت حيكون عليه. فتنفصل هاي الشريطين في منطقه يسموها ريبليكيشن فورك وهي منطقه التضاعف. الان each strand acts as كل strand acts as template. هسه منفصلوا الشريطين في منطقة ضعف، كل ستراند أنا عدة ستراندين، كل ستراند حيعمل تمبلت. شنو يعني قالب؟ أوكي. سينثيسايز باي دي إن بوليمريز، حيجي إنزيم يسموه دي إن بوليمريز ياخذ كل شريط من دي إن يسوي قالب ويبدي يبني عليه زين شريط ثاني جديد. أنا عدة شريطين قديمة، يجي دي إن بوليمريز ويبدي يبني عليه شريط ثاني جديد. زين الريبليكيشن هذا حيكون اما one direction او two direction، اما باتجاه واحد او اتجاهين. يعني هسه شلون هذا؟ خلينا نشوف المخطط اللي عندي. لاحظوا هسه نبدي من او هنا عندي هاي خلية البكتيريا مثل ما ذكرنا تنقسم الى قسمين، لكن قبل ايش يصير؟ يصير دي ان اي ريبليكيشن. زين انا هسه عندي هذا هو الدبل ستراند وقلنا هيليكس. لاحظوا هذا مو دبل هيليكس، بعد شوي صار هنا مثل الزبر، بعد مثل صار هسه مستقيم، راحت التويستنج هذه اللفه راحت، صار عندي شريط هسه عدل. زين هنا بهالحاله حيجي ينفتح الشريط، كل شريط هذا الدبل ستراند كل واحد حيصير بعد انفتح هسه الشريط فتحن ويا منطقه، قلنا اكو منطقه اسمها ريبليكيشن فورك انفتحوا في منطقه ريبليكيشن فورك. زين شوفوا هذا الشريط الفاتح منه؟ هذا الشريط القديم، وهذا شريط قديم الأعلى، هذا ايضا شريط القديم بالاسفل. زين منو حيجيني؟ اكو هنا أنا عندي جزيء اسمه ار ان اي برايمر. شلون يعني؟ احنا من يجي العامل يبدي مثلا يبني الاساس يحتاج اذا طابوقه اولى حتى يقدر يخلي فوقها هاي البلوكس اللي بعده. نفس الشيء هنا ايضا حيجي هنا عندي انزيم ار ان بوليمرز خلي يسموها خلينا نقول هنا البلوك الاولى، بعد حيصير عندي برايمر، بعد من حيجي عندي انزيم اسمه دي ان اي بوليمريز يجي ياخذ من الوسط هنا ياخذ النيوكليوتيدات، يجي بياخذ الادينين الجوانين سايتوسين، يبدي يجي هنا يتصفط. شلون العامل يصفط البلوكات على الاساس هنا؟ اذا كانه هذا الشريط قلنا حيعمل تمبليت يعمل قالب حتى يجي هسه منو العامل؟ هو دي ان اي بوليمريز، حيجي هنا يرتب لنا هذه البلوكس اللي هي من النيوكليوتيدات واحد فوق الثاني. زين سوري زين من يجي بعدها ايضا هنا عندي
يجي عندنا قلنا منو ايضا الشريط بهذا الاسفل، شوف الشريط الاعلى ايضا هنا عندي تمبليت الشريط الاعلى موجود هنا، لكن هذا شنو حيكون عندي شوفوا مستمر، هذا الشريط بالاسفل ده يصير متقطع، الشريط الاعلى مستمر، هيدا ايضا يجي هم دي يعني بوليمريز يجيب زوج اي برايمر وبعدين اللي هي الاساس الطابوق الاساسي وبعدين يجيب بصفها البلوكس، من هي البلوكس قلنا نوكليوتيدات ادينين ثيامين جواني سيتوسين ويبدي يثبتها وحده فوق الثانيه وحده بصف الثاني، زين هذا جبت وحده بصف الثاني، زين احنا نحتاج شنو فد ماده تربط وحده بالثانيه، حيجي انزيم شو اسمه دي ان اي لايجيز اسمه لايجيز لايجيشن، هذا ايش حيسوي؟ حيربط لي وحده بالثانيه فحيصير شريط مستمر هنا، زين لاحظوا هنا صار عندي كانه جزيئه، صار عندي جزيئتين، جزيئه الواحده من الدي ان اي غطتني جزيئتين من الدي ان اي، زين الجزيئه القديمه الشريط القديم والشريط الحديث، ايضا هنا شريط قديم وشريط حديث، يرجع هذا الدي ان صار هسه الشريط هنا يرجع مره الثانيه التف، فكانه انا هنا الجزيئه الواحده غطتني جزيئتين، بس كل جزيئه من الدي ان اي تعطيني جزيئتين، وهكذا نرجع نعيد الشرح، نرجع من البدايه شلون نعمل دي ان ابلكيشن، انا من البدايه قلنا عندنا الخليه الوحده تنقسم الى قسمين، زين خليه واحده العفو تنقسم الى قسمين، لكن قبلها لازم يحدث تضاعف في جزيئه الدي ان اي حتى كل خليه جديده تحوي على جزيئه من الدي ان اي، الان هسه عندي اول شيء شريط هذا الدي ان ايش قلنا الشريط لانه هو دبل ستراند وتويستد، هسه هنا الشريط يصير بي انوندنج شنو يعني ينحل هذا الالتفاف، ايش حيصير؟ حيصير عندي شريط عدل، صار عندي هسه شريط عدل زين صار عندي، لكن هو الدبل ستراند، نجي الدبل ستراند هذا ايش حيصير بيه؟ حينفتح في منطقه شو يسموها بريبليكيشن فوق شوكه التضاعف، شوفها مثل الشوكه كانه هذا الراس وهاي الشوكه يسموها شوكه التضاعف، زين هسه انفتح هذا الشريط صار عندي هسه الشريطين كل واحد ابتعد عن الثاني، لاحظوا هسه الشريط الفاتح هو الشريط الاصلي، شوفوا الاعلى الشريط الاعلى والشريط الاسفل هذا شريط الفاتح، صار هذا شو يسمون شريط يعمل تمبليت، شنو يعني تمبليت؟ يعني يعمل كقالب، زين الان يعمل كقالب، الان من حتجي انا ايش احتاج؟ احتاج جزيئه يسموها دي ار ان اي برايمر، كان يسموه اللبنه الاساسيه للبناء، اجي ار ان اي برايمر عندي هنا، ايش حيجي بعدين يجي منه عندي؟ ايش قلنا العامل كانه منو هذا العامل؟ هو انزيم دي ان اي بوليمريز، هو هذا العامل حيجي ياخذ لي جوانين ادينين سيتوسين يوراسيل يصفطهم مع بعضهم البعض، زين واحده مع الثانيه، شوفوا هذا الشريط يكون واحد متقطع الشريط الاعلى مستمر، اذا حيجي صفط يصفط واحده بصف الثانيه سوى لي شريط جديد، شوفوا اللون الغامق صار عندي شريط جديد اللي هو اللون الغامق، زين هسه انا واحده صارت بصف الثاني ايش احتاج؟ احتاج انزيم شو يسموه؟ دي ان اي لايجيز جوينز يربط هنا يربط لي وحده بالثانيه، فصار عندي الان شريطين جديده من جزيئه الوحده صار عندي جزيئتين جديده، سموا هذا التضاعف سموا هذا التضاعف في الدي ان اي سيمي كونفرت سيمي كونزرفاتيف يعني شبه محافظ، يعني شو يعني عندي جزيئه من الاب جزيئه اصليه وجزيئه جديده جزيئه اصليه جزيئه جديده، فاذا لاحظوا هنا شلون صار عندي؟ صار عندي جزيئتين جديده من جزيئه واحده من دي ان اي صار عندي جزيئتين جديده من الدي ان اي، وهكذا كل شريط دي ان اي ينفتح مادته الارتباط يصير شريط عدل، ينفتح في منطقه شوكه التضاعف يسمى ريبليكيشن فورك، بعد ما ينفتح هنا حيبدي يصير عندي بناء الجزيئه وهكذا صار جزيئه جديده، وصير من كل جزيئه دي ان اي جزيئه واحده تعطيني جزيئتين من الدي ان اي. هاي هنا الفيتشرز اوف دي ان اي ريبليكيشن، شنو هي مواصفات البناء؟ بوث ترانسيرف ات تمبلتس، ما تذكرنا الشريطين يعملون كقالب، هنا التصنيع باتجاه 5 الى 3 برايم، هذا اتجاه تصنيع البناء، صار عندي هنا بالشريط انك واحد اسمه ليدنج ستراند، هنا شو ليدنج هذا سينثيسيس انس كونتينوس، هنا تصنيع مش حيكون به مستمر، زين الثاني لاجنج ستراند هنا ديسكونت متقطع مثل ما ذكرنا، زين اتش دي ان اي فراجمنت ريكوايرز ان ار ان اي برايمر،
ممكن قبل شوي قبل العامل يجي ار ان اي برايم يحط اللبنه الاساسيه، وبعدها يجي الدي ان اي سينثيسيس قلنا هو العامل يجي يحط لوحده بصف الثانيه لهذه البناء. زين قلنا دي ان اي لايجز هنا ايش دسه؟ وكانه ستيجز، كانه يخيط. شلون لما تجيب قطعه بصف قطعه او تلصق ري جوين يسوي يربط قطعه بالثانيه، هذا منه انزيم دي ان اي لايجز. هسه ربط الوحده الثانيه وصار عندي اشرطه جديده من الدي ان اي. هذا الرسم ما مطلوب، وإن للاطلاع انتوا تقروه. من تقرون انتوا هسه انا ليش خليت هذا ستراكشر؟ حتى من تقرون يصير عندكم واضح وكانه تشوفوه امامكم. هسه اذا هذا تضاعف الدي ان اي، اوكي؟ هذا هو الشكل هنا تضاعف الدي ان اي. كملنا تضاعف الدي ان اي، شرحنا اول شيء مثل ما ذكرنا المعلومات الوراثيه، قلنا اكو دي ان اي كروموسوم، عندنا اكو ذكرنا الاحماض النوويه بها دي ان اي وار ان اي، ودي ان اي وار ان اي دي ان اي دبل والار ان اي لا سنجل. زين قلنا حكينا قلنا اكو كروموسوم واحد خليه البكتيريا، كروموسوم واحد دائري. زين كل خليه بكتيريا حتى تحصل على هذه جزء لازم يصير تضاعف بالدي ان اي حتى نحصل عليها. هنا synthesis always يعني بالاتجاه 5 الى 3 برايم، يسوي اتجاه 5 الى 3 اتجاه الشريط البناء مالته، يسموه 5 الى 3. زين يعني اتجاه الشريط. طبعا هالعمليه حتاخذوها ايضا بصوره مفصله في ماده البايوكيمستري. حتى اني تصنيع البروتينات ما ذكرت هنا لان اعيد هنا عليكم حتاخذوها بمحاضره الكيمياء، تصنيع الدي ان اي وتصنيع الار ان اي وتصنيع البروتينات. فلذلك انا ما ذكرت هنا لان حيصير اعاده، تاخذوها بصوره مفصله محاضره الكيمياء. هنا فقط احنا نعرف جانب اللي يخص البكتيريا نشرحها، تضاعف الدي ان اي اللي يخص البكتيريا. هاي الشغلات اللي العمليات الكيميائيه تاخذوها بصوره مفصله بالكيمياء. رسم مستمر يا هو مستمر بالاعلى مبين ماما شوفي او شو لحظه عيني هذا مو قلنا كونتينوس هيات مبين هذا هنا مو قلنا لاحظوا هذا ديسكونتينوس هذا شريط مستمر الجديد هذا لا متقطع اوكي زين عيني ان شاء الله هو هاي يعني تركيب هو البكتيريا بهالشكل هذا يصير هاي تصير العمليه بالبكتيريا بهالشكل هذا دائما تصير هاي الحاله بالبكتيريا هاي تعزوها الى انزيمات وهي طبعا يحتاج الى محاضره كامله حتى اشرح لكم اياها هاي عمل الانزيمات هنا بس احنا وين وصلنا قلنا اي اكسترا كروموسومال دي ان اي هسه شرحنا قلنا الكروموسومال دي ان اي وقلنا هذا كروموسوم له قابليه على التضاعف انه يتضاعف لوحده لان بمنطقه خاصه يسموه اورجن اوف ريبليكيشن منطقه خاصه تساعد على التضاعف وذكرنا هون يعني ينفتح منطقه يسموها ريبليكيشن فورك وتبدا جزيئه الواحد دي اي تعطيني جزيئتين دي ان اي وهكذا الى ان تضاعف الدي ان اي وتضاعف الخلايا البكتيريه. الان عندنا ايضا تراكيب خاصه يسموها اكسترا كروموسوم يعني التراكيب هذه ما موجوده على جزيئة الكروموسوم وإنها موجودة بالسيتوبلازم. ذكروا من شرحنا البكتيريال سيل ستراكشر ذكرنا عدة سيل وول وعدة سيتوبلازم. الآن عندنا البلازميد شرحنا تقريبا جزء بتركيب البلازميد. البلازميد هو سيركولر اكسترا كروموسومال دي ان اي ان سيل ريبليكيتد هون ان بكتيريا ان سام فانجاي. البلازميد هو قلنا عبارة عن جزيئة ايضا من دي ان اي خارج الكروموسوم وهي موجودة ببعض البكتيريا وبعض الفطريات. They are carrying genes that are not usually essential for cell survival. يعني إذا البكتيريا فقدت البلازميد ما حتموت. لكن إذا البكتيريا فقدت الكروموسوم تموت. أوكي؟ إذا هنا يحوي على خلايا ليست ضرورية لحياة
العفو يحتوي على جينات لضرورة الحياة البكتيريا. Now, multiple copies of the same plasmid may be present in each. ممكن أكو عدة نسخ أحياناً تكون موجودة بالخلية البكتيريا. A plasmid code the genes of antibiotic resistance, production of toxins and bacteriocin and degrading enzyme. فائدة هذا البلازميد هو يحمل جينات الشفر antibiotic resistance وإنتاج التوكسين ومادة البكتيروسين. قلنا بكتيروسين عبارة عن بروتين تنتجها البكتيريا كوسيلة دفاعية، لكن نفس الوقت يعني تنتج هاي البكتيريا بكتيروسين يقتل البكتيريا الأخرى من غير جنس لكن ما يأثر عليها. أيضا وجدوا أكو بعض البكتيريا تنتج أنزيمات تسمى ديجريد أنزيمات محللة حتى استفاد منها بتحليل بعض المواد يعني الموجودة بالطبيعة، مواد حتى المواد المشعة، مواد أخرى مثلا موجودة أحيانا يعني نصعب أنه تفكيكها بالمواد الكيميائية. وجدوا أنه سبحان الله هاي البكتيريا تنتج هاي الأنزيمات اللي تحللها. أكو أنزيمات تحلل الدهون، أنزيمات تحلل السكريات وهكذا. زين الآن أفضل مثال على بلازميدات البكتيريا يسموه the best example of a plasmid يسموه resistance factor أو R factor، يعني يسموه بلازميد المقاوم. زين أهم طبعا هي عدة أنواع بلازمات، لكن اللي يهمنا طبيا إحنا بشغلنا وده سبب لنا مشاكل صحية هو الR factor أو يسموه الR plasmid. نتعرف عليه. هذا الR factor أو الR plasmid consists of شو تكون بعض resistance transfer factor. Resistance transfer factor يعني عامل نقل المقاومة. RTF يعني يحتوي على جينات تساعد في نقل المقاومة. زين أيضا genes of plasmid replication حاوي على جينات تساعد على تضاعف بلازميد. شلون الكروموسوم قبل شوي تضاعف؟ أيضا هذا البلازميد يتضاعف يقدر يتضاعف لوحده. And conjugation أيضا حاوي على جينات الشفر لعملية الكونجيجيشن يساعد على اقتران البكتيريا مع بعضها حتى ينتقل البلازميد من بكتيريا إلى بكتيريا ثانية. أيضا حاوي على resistant genes يسموها R determinant يحتوي على جينات المقاومة، جينات مقاومة الانتيباتيك. إذا نرجع أهم مثال على البلازميدات هو R factor أو resistance factor يسموه عامل المقاومة أو لازم نقاوم. مثل ما ذكرنا نحاوي على شنو؟ يحتوي على resistance transfer factor عوامل نقل المقاومة. أيضا يحتوي على جينات تضاعف البلازميد، يحتوي على جينات الشفر الconjugation قلنا اقتران البكتيريا مع بعضها البعض نقل البلازميد. أيضا حاوي على جينات المقاومة اللي هي أهم شيء. الآن عندنا هذا لاحظوا structure مخطط، هذا هو أبسط مخطط للR plasmid. لاحظوا شنو تحاوي، تلاحظون شنو المكونات. شوفوا carbon silane resistant gene حاوي على جين مقاومة الكاربن سيلين. لاحظوا الجهة على اليسرى tetracycline resistant gene جين مقاومة tetracycline. زين شوفوا من اليمين شحاوي على chloramphenicol resistant genes. إذن هذا لاحظوا هالبلازميد هذا حاوي على ثلاث جينات الشفر لمقاومة ثلاث أنواع من الأنتيبايوتكس. زين عيني أيضا حاوي على origin of replication. ما هي فائدة origin of replication؟ فائدتها هي للتضاعف، منشأ تضاعف، مكان للضعف من عنده هذا البلازميد origin of replication. زين عيني حاوي على origin of transfer قلنا الجينات اللي تساوي على تساعد على الانتقال مع انتقال بلازمينات تساعد على الانتقال. زين لاحظوا من الجهة اليمنى ايش موجود باللاس سينثيسيس جين. ها تذكرون بالشرح مال بكتيريا ستراكشر قلنا اكو بكتيريا حاوية على بلي، شنو فائدة قلنا بلي اكو نوع من عدة قلنا شو تسوي البكتيريا تجي واحدة مع الثانية تصطاف تقترن هاي البلاز قلنا شو تصير تصير مثل الجسر قلنا وتساعد على انتقالها. سبحان الله اذا هاي هي الشفر. هسه نرجع ما هو تركيب الار؟ طبعا تقول انه مطلوب، لا رسم ما مطلوب هذه، لكن انتم تقرون علي انا اخلي ستركتشر حتى يكون اسهل لكم بالقراءه له. فالار بلازميد هنا عندنا شنو؟ لاحظوا هنا الشفر لي مقاومه ثلاث جينات الشفر مقاومه الكلورامفينيكول مقاومه الكاربن سيلين مقاومه التتراسايكلين.
هسه عرفنا الار بلازميد زيني. الان ناتي الى تركيب ثاني يسموه ترانسبوزونز، شرحناها قلنا جامبينج جينز، يسموها جينات القافزه. هاي جينات القافزه هي small segment of DNA that can move from one region of the same chromosome or to a different chromosome or plasmid. They carrying genes of antibiotic resistance and toxin production. إذن transposon قلنا جينات الناقلة يسموها أو يسموها جينات القافزة، قطع صغيرة جدا من الـ DNA تقدر تنتقل نفس المكان الكروموسوم هنا أو تنتقل على نفس المكان الكروموسوم، تنتقل من الكروموسوم بلازميد أو مرات حتى تنتقل إلى زين خارج من ينتقل مثل البلازميد ياخذها وياه الخلية ثانية أو من نقل الكروموسوم ياخذها وياه إلى خلية ثانية وهكذا. المشكلة شنو أهمية الطبية ميديكال امبورتنس عيني قلنا؟ إنه they are carrying genes of antibiotic resistance and toxin production. زين يحمل صفة مقاومة الأنتيباتيك وصفة إنتاج السموم اللي خطرة جدا. الآن transfer of genetic material in bacteria. إحنا شلون الصفات الوراثية تنتقل بين الهيومن أكثر شيء؟ زين يعني هنا الأنزيم تنتقل الصفات الوراثية بين البكتيريا. أكو ثلاث عمليات رئيسية تنتقل عن طريقها المعلومات الوراثية من بكتيريا إلى بكتيريا أخرى أو من البكتيريا خلينا نقول الأم إلى البكتيريا التوتر. أول خطوة يسموها أو أول تقنية العفو نسميها أو عملية نسميها transformation، يسموها الانتقاء هنا transformation زين التحويل يسموه تحويل transformation. genes transferred from one bacterium to another naked DNA in solution. هاي العملية هي عملية انتقال المعلومات الوراثية من بكتيريا إلى بكتيريا. naked DNA يعني DNA ينتقل لوحدة هنا in solution بالسائل. يعني شلون افرض اني هسه اخذت بكتيريا وضعتها بتيوب، هذا تيوب بيسائل، هاي البكتيريا موجوده بهذا التيوب زين، وضفت فد مواد حللت البكتيريا. من حللت البكتيريا هنا لاحظوا دي ان اي هنا هينقل من بكتيريا الى بكتيريا اخرى هنا، ونفس الوقت شو يسوي؟ ينقل الصفات الوراثيه، فصير عندي دونر بكتيريا وريسيبيانت بكتيريا. تتحلل البكتيريا، بعد ما تتحلل تنتقل معلومات وراثية من خلية إلى خلية ثانية، وبنفس الوقت حتنقل لي المعلومات الوراثية من بكتيريا إلى بكتيريا ثانية. أول عمل يسموها التحويل هنا يسموها transformation. إذا يسمون دي ان اي يعني دي ان اي ينتقل لوحدة، ما ينتقل جزء وياه ثاني، ينتقل لوحدة هنا الدي ان اي، ما يحتاج إلى واسطة لنقله، ما يحتاج واسطة، ينتقل لوحدة، يسمونها نيك دي ان اي. نجي إلى العملية الثانية. العملية الثانية يسمونها conjugation الاقتران. زين requires contact between donor cell F positive and recipient cell F negative. زين إذا هنا يسمونها conjugation الاقتران، تحتاج هاي لازم contact اتصال، تجي بكتيريا مع بكتيريا ثانية تجي تصطف، وبالحالة حتى يعني أول ما اكتشفوها سموها F positive و F negative هنا قسم سموها فيميا ريسيبيانت يعني المعطي المستقبل الواهب المستقبل. اشوف عدة تسميات حسب الكتب العلمية. هسه نجي لاحظوا هنا شوف هاي عدة خليتين صح ولا؟ هاي خليتين حتيجي واحدة مع الثانية، هاي يسموها الدونر هاي يسموها الريسيبيانت. لاحظوا نمبر 1 لاحظوا كروموسومال دي ان اي كروموسومال دي ان اي. لاحظوا ايش عندنا هنا الصغير يسموه اف بلازميد، اسمه بلازميد هنا هاي عندها بلازميد وهاي ما عندها بلازميد يسموه الاف بلازميد. زين هذا البلازميد لاحظوا شلون هنا عندي هنا موجود خليه اللي هي الدونر الوهبه بها اف بلازميد، الريسيبيانت ما بها اف بلازميد. اوكي زين نجي لحد هنا. الان عندي صار هنا اصنع بلازميد جديد وانتقل البلازميد الجديد الى الخليه الثانيه زين عن طريق منو؟ قلنا هنا الاف بلس، قلنا شوف شلون نسوي جسر اف بلس اصطفت وسويت جسر يا ثانيه صار وحده بالثانيه تقاربت. هسه هذا البلازميد صار بيكوبي احنا هنا، لكن قبل شوي ذكرنا قلنا البلازميد يقدر ايضا هم يسوي نسخه ثانيه ضعف
مثل الكروموسوم، كروموسوم شلون تضاعف جزيء واحد صار جزيئتين، لازم تهم صار عندي ثاني نسخة، تبقى نسخة هنا بالخلية الأولد دونر، زين جت نسخة هنا جديدة جت باي ثانية، فصار لاحظوا هنا صار عندي الخليتين صارت حاوية على البلازميد. زين هالعملية خطرة ما مخاطرة؟ طبعا خطرة، إذا كان هذا البلازميد اللي مثلا هنقول الدونر هنقول مقاومة تتراساكلين، لكن السيبيانت ما مقاومة لهاللحظة، إذا هو نقل صفة المقاومة من الدونر للريسيبيانت مع البلازميد. إذا عيدها هنا الكونجيجيشن يسمون الاقتران، هنا تحتاج إلى كونتاكت بتوين دونر، هنا مثل ما ذكرنا دونر ريسيبيانت، خليه الوهبة خليها مستلمة. أوكي ذكرنا هنا الفلاس، قلنا تكرون فلاس هنا حتى ترتبط مع بعضها تصطف وتسوي لي بريدج كأنه جسر. زين هذا البلازميد مثل ما ذكرنا انه قبل شوي بتركيبه قلنا له القابليه على التضاعف، حيتضاعف يترك نسخه بالخليه الاصليه وتنتقل النيو كوبي هنا الخليه الجديده. زين مثل ما ذكرنا انه هذه هنا العمليه لها اهميه طبيه لان ساعدت على انتشار المقاومه، ممكن اذا عدا صفه انتاج توكسين ايضا ساعد عليها وهكذا. هاي العملية الثانية اللي هي نسميها conjugation الاقتران. سمعيني؟ نجي العملية الثالثة شو نسميها؟ transduction يسموها هنا. هاي transduction هنا هي DNA is passed from one bacterium in, to another in bacteriophage. هنا transduction يقول هنا هي عملية انتقال ال DNA من خلية لخلية ثانية بواسطة البكتيريو فيج. انتبهوا مصطلح بكتيريوفيج، بكتيريوفيج هو عبارة عن أصغر فيروس يصيب البكتيريا. بكتيريوفيج أصغر فيروس، إذا هنا بالحالة شنو هنا؟ إذا نحتاجين إلى واسطة نقل، من هو الفيروس الصغير؟ هذا الفيروس الصغير شنو؟ من يصيب بكتيريا؟ انفكتينج فيروس، يعني الفيروس أصاب بكتيريا. زين؟ من أصاب هاي البكتيريا حيجي ينتقل إلى داخلها. منتقل هالخلية البكتيريا شو حيسوي هنا؟ يجي يدخل داخل خلية بكتيريا ياخذ من عدا صفة انتقال، يتكاثر هذا الفيروس، يتكاثر شو يصير به؟ تتحلل الخلية البكتيريا، يجي يتحلل وين يروح؟ يطلع من الخلية البكتيريا ويروح يصيب خلية ثانية أخرى. فإذا هنا عملية انتقال المعلومات الوراثية احتاجت إلى مادة عنصر ناقل، احتاجت إلى وسط ناقل، من هو؟ بكتيريوفيج. نرجع ترانزدكشن هنا عملية انتقال معلومات الوراثية من خلية لخلية ثانية بواسطة بكتيريوفيج. بكتيريوفيج هو أصغر فيروس تصيب البكتيريا. هنا الفيروس مثل أصاب، خلينا نقول بكتيريا نمبر 1، أصابها البكتيريا، بعد ما أصابها تكاثر بداخلها أدى إلى تحللها، بعدها سوى الفيروس أخذ جزيئة من خلية البكتيريا، وين حتروح؟ تتحلل خلية البكتيريا، بعد ما تحللت يروح ينتقل يصيب خلية بكتيريا ثانية، شو حنقلها؟ ينقل لها صفة من خلية ثانية إلى هالخلية الثانية، فساعد على انتقال المعلومات الوراثية بهاي الطريقة. يا سلايد عيد سلايد يعني منو؟ conjugation؟ شرحت مرتين conjugation. من آخر طريقة هذا، هاي اسمه transduction، هنا الانتقال معلومات الوراثية بواسطة البكتيريوفيج. من البكتيريوفيج قلنا؟ البكتيريوفيج هو أصغر فيروس يصيب البكتيريا، مثل ما ذكرنا هذا الفيج يسموه قسم فيج أو سمكتيريوفيج يصيب خلية بكتيريا، بعد ما يصيب خلية بكتيريا هنا حتدخل المادة الوراثية إلى داخل البكتيريا. فيرال دي ان اي من دخل الخليه البكتيريه هنا ياخذ قطعه من الخليه البكتيريه، بعد ما ياخذ من عندها قطعه تتكاثر تتحلل الخليه البكتيريه، بعد ما تتحلل يخرج ويصيب خليه بكتيريه اخرى. شوفوا العمليه الثانيه ما احتاجت هنا، احتاجت الى اقتران. زين بكتيريا مع بعض، العمليه الاولى هنا سميناها نيك دي ان اي، هسه نراجع العمليه الترانسفورميشن دي ان اي انتقل لوحده محتاج إلى واسطة. الثانية هنا انتقل خلية جت اقتنت وخلية صار جسر انتقلت هنا. الثالث شو احتاج العملية الثالثة؟ احتاجت إلى
بكتيريوفيج هنا احتاجت الخلايا إلى بكتيريوفيج. ما هو الهدف من العملية الثانية؟ شنو الفائدة قلناها العملية؟ ايش دا تصير هنا من دا ينتقل بلازمد إلى بلازمد؟ بلازمد دا ينتقل أو معلومات وراثية بكتيريا، شنو الأهمية الطبية؟ دا يصير هنا البكتيريا إلى فائدة لتنقل المعلومات الوراثية من بكتيريا إلى بكتيريا ثانية. لكن بالنسبة إن للهيومن مثل ما ذكرنا هاي العملية هي أهمية طبية. واي؟ لأن يعني مثل ما ذكرنا حتنتقل المعلومات الوراثية. إذا انتقلت معلومة مثلا نقلت صفة مثلا مقاومة أنتيبايتك تتراس سايكلين إلى الخلية الثانية اللي مثل ما ذكرنا قبل شوي قلنا هي جزء ما مقاومة، أو نقلت صفة نقل التوكسين إنتاج التوكسين، ينقل صفة مقاومة وأيضا ينتقل هنا صفة إنتاج توكسين. بعض الخلايا البكتيريا ما تقدر تنتج توكسين إذا ما يجي هذا الفيروس ويصيبها ويجيب لها جين إنتقال توكسين، جين إنتاج توكسين. فإذا هذه لها أهمية طبية، يصح مفيدة للبكتيريا تنتقل معلومات الوراثية تفيدها، لكن إحنا إن كلش خطر لها أهمية طبية. الخطورة تكمن في انتقال وانتشار صفة مقاومة المضادات الحية. مثل ما ذكرنا الآن إحنا عندنا نعاني من صفة مقاومة المضادات الحية، لأن نلاحظ أنه هاي مشكلة مثل ما ذكرنا أنه استخدام الخاطئ. إن شاء الله بالمحاضرة القادمة إن شاء الله باكر أو إذا جماعة الثلاثاء أو الأربعاء نشرح لكم على أنتيبايتك وصفة المقاومة إلها. الآن عندنا ذكرنا هسه أول ما ذكرنا تذكرون قلنا شرحنا البكتيريا، تركيب البكتيريا، شكل البكتيريا، شرحنا الأهمية الطبية لها وتركيبها، وشرحنا أيضا بالنسبة للخلية البكتيرية كيف تتضاعف الخلية البكتيرية. ذكرنا أيضا الفوائد، يعني فوائد البكتيريا، قلنا بعض البكتيريا شنو إنها يعني العفو أو شو البكتيريا مثل ما كنا معظمها هي باثوجينيك اللي احنا دا ندرسها هي بالميديكال مايكروبيولوجيا باثوجينيك بكتيريا. زين بكتيريا ممرضة وسببنا بكتيريا ممرضة بالإضافة إلى أمراض قلنا شو المشكلة بيها إنه تنتج لنا توكسين، هي نفسها ممرضة قسم تنتج توكسين وقسم من عندها المشكلة قلنا إنه دا سبب لنا مشكلة انتقال المعلومات الوراثية. اوكي الان ايضا ذكرنا اكثر بالمحاضره الاولى ذكرنا اكو بعض البكتيريا لها فائده بالبايوتكنولوجي، فائده بالجينيتك انجينيرنج. ذكرت المحاضره السابقه انه اكو لاحظ ان مثلا هناك بعض المواد الطبيه نحتاجها بكثره، تذكرون ان مثلا بعض الهرمونات مثل الهرمون الانسولين ان اللي اكثر شيء يعانون من عنده المرضى. وبعض البكتيريا تهاجمها. بس بعدين شالت ان شاء الله باكر بالنظري، بس خلينا نكمل حتى هنا الدي ان ريبليكيشن. زين ذكرنا طلاب احنا بالنسبه لبعض البكتيريا قلنا لها فائده واهميه بالبايوتكنولوجي وبالجينيتك انجينيرنج. هاي البكتيريا كيف نحصل تكون مفيده؟ شلون نطور هاي البكتيريا العفو او نتلاعب وراثيا بالماده الوراثيه بداخلها؟ فكروا احنا نحتاج بعض المواد الطبيه اللي تكون هي متوفره وتكون مفيده طبيه. مثلا ذكرنا هرمون الانسولين، لاحظنا ان احنا عدد كبير جدا العالم الان مصابين بمرض الدايابيتك ويحتاجون الى الانسولين. مثل ما ذكرنا قلنا الانسولين يحتاج الى بكميه كبيره، وسابقا كان هذا الانسولين غالي جدا وغير متوفر. فلذلك معظم الباحثين والعلماء فكروا بطريقه حتى نحصل على كميات كبيره من الانسولين ويكون في متناول البشر. اذا اكو بعض الانواع مثل هرمونات مثل جروث هرمون، الهرمونات النمو يحتاجوها. ذكرنا قلنا بعض الاحيان الوراثيه، بعض الامراض الوراثيه اكو بيها يكون الشخص يولد وعنده خلل مشكله
انه اكو فد مشكله بفد جين، انه هذا جين عنده مشكله فما يقدر انه يصنع الانزيم. بعضها ذكرنا ايضا اكو مشكله الاشخاص اللي هم يعانون من مرض السرطان، فقلنا احنا ايضا نحتاج الى مواد طبيه حتى، او نحتاج الى طرق خاصه حتى نعالجهم بها. الان ناتي الى كيفيه انتاج هذا الانسولين بالخليه البكتيريه. احنا ذكرنا بالبدايه شرحنا ان ذكرنا الخليه البكتيريه باثوجينيك وممرضه وكذا. الان ناتي الى فد، خلينا نقول احنا فد صفه، انه صفه مفيده للخليه البكتيريه. مثل ما ذكرت لكم الخليه البكتيريه لانه صغيره وعندها زمن الجيل مالتها قصير، هي مثلا اكثر شيء استعملوا بكتيريا تسموها بكتيريا الايكولاي. هاي بكتيريا الايكولاي زمن الجين مالتها 20 دقيقه، يعني كل 20 دقيقه تتضاعف، كل 20 دقيقه استفادوا من عندها. بما انها صغيره درسوا الخارطه الكروموسوميه مالتها، قدروا يتلاعبون بالجينات مالتها، زين بتقنيه يسموها جينيتك انجينيرنج. فالحاله حصلوا على بكتيريا مهندسه وراثيا، وحتى هاي اكو الان مراكز عالميه حاوي على هالبكتيريا المهندسه وراثيا مخزونه عندهم. ومثلا اذا فد معمل او فد شركه تريد تنتج فد ماده معينه تراسل هذه الشركه وتحصل تعمل اوردر وتشتري من عندها الخليه المهندسه الوراثيه وتشتغل عليها بالمصانع. وكل خليه سووا لها فد ترميز، وكل خليه هذه طبعا طبعا بيها باتنت يعتبرها براءه اختراع، لها رمز وما يكتبون الطريقة للحصول عليها، لها رمز خاص لأنها مشفرة، لأن هاي الشركات حصلت عليها عدة تجارب صرفت عليها مبالغ فتبيعها. شركات عالية تبيعها الخلايا المهندسة وراثيا إلى الشركات الأخرى، شركات مثلا إنتاج الهرمونات، شركات إنتاج الأدوية وهكذا. الآن كيف نحصل على هاي الخلية؟ أكو تقنية الآن أكيد معظمكم سامعين تقنية بالبايوتكنولوجي وتقنيه الدي ان اي ريكومبينيشن تكنولوجي. خلينا نجي ناخذ خطوه خطوه. ريكومبيننت دي ان اي ماذا يعني؟ ريكومبيننت دي ان اي وهو ريكومباين اوف ديفرنت مولكيولز اوف دي ان اي فروم تو ديفرنت سبيشيز اند انسرتد انتو ا هوست اورجانيزم تو برودوس نيو جينيتيك كومبينيشنز. اذا ما هي عمليه ريكومبينيشن؟ يعني هي اعاده اتحاد. يكون من الدي ان اي اعاده اتحاد لجزيئه الدي ان اي من مصدرين مختلفه، من تو سبيشيز، من نوعين مختلفين. زين، وهذه اعاده اتحاد اذا مادتين وراثيه مصدرين مختلفين نربطها مع بعضها ونحاول انسرتد نحاول ادخالها الى فد اورجانيزم كائن حتى نحصل على ماده وراثية محورة وتنتج لي مادة الوراثية اللي أنا أحتاجها في عملية تصنيع. إذن DNA recombination technology تحتاج هاي التقنية إلى سمو recombinant DNA، نحتاج إلى DNA recombinant هي عملية قلنا اتحاد جزيئتين من DNA من مصدرين مختلفين. زين، وبعد ذلك insertion إدخال هذه الجزيئة المحورة إلى داخل organism زين حتى نحصل على مواد طبية، نحصل على جينتك انفورشن مواد طبية أو مصنعة بطريقة الريكومبينيشن. أيضا تسمعون بمصطلح راح يسموه موليكولار كلونينج. موليكولار كلونينج ما هي هذه هنا؟ موليكولار كلونينج is a basic technique in molecular biology. إذا هي الخطوة الأساسية في تقنية يسموه البيولوجي الجزيئي and biotechnology to modify the gene. Then reintroduce the modification gene into the host to produce recombinant products. إذا هاي شنو هالخطوة هي؟ إذا هي طريقة أساسية في علم البيوتكنولوجي وعلم البيولوجي الجزيئي بعملية modify the gene، تحوير الجين هنا. زين، وإعادة إدخال هذا الجين المحور إلى أحياء في أحياء مجهرية وإنتاج مواد محورة وراثياً. Recombinant products إنتاج مواد محورة وراثيا. Many pharmaceutical products can be produced by this technology like hormones, vaccines and enzymes. إذن هناك عدة مواد صيدلانية الآن بالوقت الحاضر شوفون أكو واي فاكسينات، مثلا فاكسين لقاح الإنفلونزا الآن موجود أكو لقاح محور. زين،
حتى عندنا لقاح كورونا أيضا لقاح محور وراثيا. أيضا بعض الهرمونات سابقا كانت غالية جدا، وحتى الآن الوقت الحاضر أيضا هم غالية، بس نوعا ما يعني صارت أفضل في المتناول. يعني بعض الأنزيمات قد تكون طبية نحتاجها لمعالجة بعض الأمراض أو تصنيع بعض الأدوية أيضا تنتجوها بهذه الخطوة. زين الآن نجي نشرح خطوة خطوة شلون تتم هاي العملية. شو نسميها جينيتك موديفيكيشن، اذا عمليه التلاعب الوراثي. جينيتك موديفيكيشن يعني التلاعب الوراثي. شو يحتاج هذا التلاعب الوراثي؟ يحتاج الى اولا دي ان اي فيكتور وهو البلازميد. اذا البلازميد سابقا ايش قلنا؟ قلنا هو خطر وينقل لنا الى ينقل شنو صفه مقاومه الانتيبايوتيك، ينقل صفقات توكسين. لكن هنا بالهندسه الوراثيه استفادينا من عنده. ليش؟ لان البلازميد صغير. شنو السبب؟ البلازمات الصغير ينتقل من بكتيريا بكتيريا. اذا استفادوا الباحثين من هالخطوه، اعتبروه كفيكتور. شنو فيكتور؟ ناقل ينقل للصفات اللي انا اريدها. زين احتاجينا ايضا شو احتاجينا؟ ريستركشن انزيم، شو يسموها؟ انزيمات قاطعه. ريستركشنز انزيمز، انزيمات قاطعه. شنو معناته هنا انزيمات قاطعه؟ كات دي ان اي ات سبيسيفيك سايتس راذن جان جاست ان راندوم بليسز الونج ذا دي ان اي مولكيول. هاي سمو دي ريستركشن از هاي انزيمات قاطعه، لكن سبحان الله هاي الانزيمات تقطع في تتابعات معينه. يعني انا مثلا عندي الجين ادينين ادينين ثايمين، فقط تقطع بها ترتيب، ما تقطع بصوره عشوائيه. انزيمات تقطع بصوره محدده ريستركشنز انزيمز، زين تقطع للدي ان اي في اماكن محدده وليس بصورة عشوائية. أيضا نحتاج إلى أنزيم آخر يسموه اللايجيز إنزيم. أنزيم شو اللايجيز هنا؟ يقول لي جوين سبيس. إذا نحتاج إلى أنزيم لاصق كأنه يقول لي جوينز أو ستيتشن الآن يبدي يلصق لقطع الدي إن إيه مع بعضها البعض. إذا هسه نجي قلنا جينيتيك موديفيكيشن عملية هنا التحوير الوراثي تحتاج إلى ثلاث عوامل أساسية. أولاً ريسبشن إنزيمز نحتاج إلى قلنا دي إن أي فيكتور، نحتاج إلى ناقل جزيئة دي إف إتش، نقل لجزيئة دي إن أي من مكان إلى مكان. استخدمنا البلازميدات قبل شوية، قلنا حجمها صغير هالبلازميدات وموجودة بالبكتيريا، وسبحان الله أيضاً شنو إلها القابلية على التضاعف، تنتقل من بكتيريا ثانية. ثانيا ريستكشن انزيم نحتاج الى انزيمات قاطعه محدده. شنو هذه؟ هي عباره كات دي ان اي ات سبيسيفيك سايتس، تقطع دي ان اي في مناطق تسلسل محدد. يعني انا عندي ادنين ادنين ثايمين، بتقطع هذا مثلا اكو انزيم رقم واحد، اكو واي انزيمات، مثلا انزيم رقم واحد يقطع ادنين ادنين ثايمين، انزيم رقم اثنين لا جوانين جوانين سيتوسين. اذا ما تقطع بصوره عشوائيه في مكان محدد. ايضا نحتاج الى لايجيز انزيم، نحتاج ماده لاصقه لايجيز انزيم. لايجيز انزيم شنو فائدته؟ جوين بيسز اوف دي ان اي توجذر. اذا هذا يدمج لي قطع الدي ان اي مع بعضها البعض ات سبيسيفيك سايز في مناطق محدده. ناتي احنا ذكرنا المثال عليه اللي هو كلش مهم الان، يحتاجوا له ريكومبيننت انسولين. اذا الانسولين مصنع بطرق وراثيه is produced the following. كيف ننتج مثلا؟ خلينا نقول انت هسه الان احد زملائكم يتعين في مصنع على مستوى عالمي يصنع الانسولين. الان كيف نصنع هذا الانسولين المصنع بطرق محوره وراثيه بطريقه الجينيتك انجينيرنج، يعني الهندسه الوراثيه، او سميناها recombinant DNA technology. اوكي الان الخطوه الاولى هسه حشرحها، بعدين جيب لكم فيجر اشرح لكم اياها على الفيجر. الان نمبر 1 the gene for making insulin is cut from a length of a human DNA using restriction enzyme. اذا اولا انا اريد الانسولين، من احصله؟ الجين. اذا اول شيء انا اعرف انه سبحان الله كل ماده لها جين يشفر لها لانتاجها. اذا gene of making insulin، جين المصنوع، الجين المسؤول عن انتاج الانسولين، cut نقطعها من جينوم الإنسان بواسطة منو قلنا؟ ذا
restriction enzyme قطع بواسطة الإنزيمات القاطعة لأنها تقطع في specific sites. Okay. ثانيا it is inserted into a plasmid. إذن أنا احتاجت الآن إلى plasmid. ليش هاي plasmid؟ شنو قبل شوي قلناه فيكتور ناقل. زين هذا plasmid على أساس هاي plasmid أيضا أنا جيت استخدمت restriction enzyme قطعته قطعت الجزء اللي ما أريده حتى شنو أفر في مكان أجي أضع بيه أو أعمل insertion جيني الإنسان بيه. إذا الآن عملنا قطعنا هذا plasmid نفس ال restriction enzyme قطعناه حتى سوينا مكان. الآن عملنا insertion إدخال جين اللي هذا into a plasmid using ligase enzyme. زين هسه عملنا insertion لهذا الجين مال human إلى هالplasmid. الآن هذا جين هيومن صار بي انسرشن بالبلازميد مج هذا جين الانسان مع جين البلازميد الموجود على البلازميد. زين الان صار عندي هسه ريكومبيننت بلازميد. واي ريكومبيننت؟ الان عندي صارت سبحان الله صار عندي جزيئة ريكومبيننت دي ان اي صار عندي ريكومبيننت. عندي هنا مصدرين جزيء جين من الانسان عملت له انسرشن مع بلازميد البكتيريا. اوكي فصار عندي ريكومبيننت دي ان اي من مصدرين مختلفين، واحد من الانسان والثاني من البكتيريا. ناو نمبر 4 ذا ترانسجينيك بكتيريوم ريبرودوس. الان صارت البكتيريا سميناها ترانسجينيك بكتيريا. البكتيريا الان اخذنا هذا البلازميد اللي هو حاوي على صفه انتاج الانسولين، سوينا انسرشن نجي ندخله الى داخل الخليه البكتيريه. زين هالبكتيريا خليه البكتيريه هنا كانه صار عندي معمل. الان ايش حيصير؟ الخليه البكتيريه حتصير تضاعف. كل زين تضاعف البكتيريا بكتيريا 1 2 3 4 وهكذا. زين ها مضاعف خليه البكتيريا منو بداخلها موجود الان؟ موجود هذا البلازميد. زين واذا سوت هذا البلازميد إن سبحان الله هو اللي قابلية يضعف البلازميد يضعف كوبيز يضعف راح يصير مليون كوبيز. زين هذا المليون كوبيز كل كوبي من البلازميد بشوفه لإنتاج الإنسولين والكمبيد. فالآن إحنا حالة حصل على مليون كوبيز of مليون كوبيز of إنسولين. حصل إذا أنا على جزيئات كبيرة جدا إنسولين. بعد هذا نجي نأخذ هذا الإنسولين ونبدأ تبدي عمليات خطوات مصانع الأدوية يبدي يعون هذا الإنسولين يسوي السيباريشن، وبعدين تبدي عملية خطوات التنقية مالته ينقلوه طبعاً، وطبعاً لازم التنقية تكون بصورة جيدة جداً. زين خطوات معينة وبطرق خاصة لأنه هذا حيدخل على جسم الإنسان، لازم يكون ملوث، لازم يكون بيور عالي جداً نقي جداً. زين وبعضها طبعا بعد ذلك ما يدخل راسا طبعا للانسان، لا يجربوه بالحيوانات experimental animals. وبعدها حصلوا على موافقه منظمه الغذاء والدواء وبداوا ينتجون هاي العمليه. صار لها فتره انتجت، والان ايضا عده مواد تنتج بهاي الطريقه من ضمنها الان اللي هو لقاح كورونا انتجوه بهاي الطريقه. هسه نرجع نشرح الخطوات مرة الثانية. أوكي recombinant insulin is produced in the following ways. مثل ما ذكرنا ننتج عدة خطوات. هاي هسه الآن هذه الخطوات اللي هي الإنتاج مالته. لاحظنا الخطوات عيني human cell وهالبكتيريوم أخذنا هنا هذا كروموسوم مال الانسان. زين وهذا هو بكتيريوم كروموسوم قطعناه الى عده واسطه ريستريكشن انزيمز. بعد ما قطعناه دخلناه للبكتيريا زين بلازميد، بعدين قطعنا من نفس الانزيمات، بعدين البلازميد دخلناه داخل الخليه البكتيريا. زين بعد ما دخلنا خليه البكتيريا اخذنا هذا صار عندي كوم بلازميد داخل الخليه البكتيريا، بعدها بدا بالانتاج، وبعد هذا بدا اخذوه العلماء ونقوه. طلاب هذا الرابط نزلت عدة مرات عيني ماما.
اوكي. هذا هو ستراكشر. اعيد الشرح على ستراكشر. احنا هيومن سيل اخذ من عندها الجين وبدنا نقطعه نفس الريستركشن انزيم نفس الوقت، قطعنا الجين بعدين حولنا دخلها داخل بلازميد، بعدها داخل بلازميد، البلازميد دخلناه الى داخل خلية البكتيريا، بعد ضعفت الخلية البكتيريا وبدا انتاج الانسولين. ننزلكم بعد الرابط مرة الثانية، اخاف قسم ما حصلوا ماما. عفوا ما لاحظت السؤال قبل شوي، شنو عن السؤال؟ ان شاء الله ان شاء الله. صار شرحت لكم بالتفصيل المحاضرة، طبعا انا نزلت لكم اياها طلاب، نزلتها على الموقع السائل القديم، وهسه ان شاء الله اي خلي يعني هذا موجود عندكم ماما، هيات هذا نزله عده مرات. اي اللي طلاب انا اشكركم، اللي كمل محاضره يقدر يغادر، بس هذا الرابط مال الحضور سجلوا وغادروا المحاضره يعني. وانا شكرا جزيلا ان شاء الله لكم، وان شاء الله نلتقي باكر يوم الثلاثاء والاربعاء ان شاء الله يعني.